مفاجأة أخيرا براءة حنين حسام ومودة الأدهم. يمك مع أحمد مطاوع. محكمة الاستئناف النهاردة ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم من التهم المنسوبة إليهم. اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت دول لسه شباب ويعني كفايه الغرام عليهم، وفعلا المحكمه النهارده يعني قضت بس بالغرام بس 300,000 جنيه لكل شخص. لكن اتمنى ان بعد لو رجعوا على السوشيال ميديا تاني وعملوا فيديوهات ان هم يكونوا حريصين جدا وان يعملوا فيديوهات تفيد الناس. معاكم على مدار الفتره اللي فاتت دي من اول قضيه لاخرها، ما تنسوش لو عايزين تتابع الفيديوهات اللي جايه تعمل فولو ولايك للفيديو ده. السلام عليكم. خبر يهمك مع احمد مطاوع. خبر يهمك مع احمد مطاوع.